شوارع وساحات عامة وملاعب في كل القارات سميت كلها على اسم رجل واحد، إنه نيلسون مانديلا. قصة مانديلا غيرت المشهد السياسي لأمة بأكملها وأثرت على الملايين في العالم. في الهند يفخر البعض بالعمل في شارع نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا شخصية عظيمة، ناضل من أجل حرية السود في جنوب أفريقيا، يعني الكثير بالنسبة لي ويلهمني للعمل من أجل المحرومين. في الحقيقة هو ملهم لأي شخص، وأنا فخور أنني أعمل في أول محل بشارع مانديلا. في الجهة الأخرى من العالم يقصد البرازيليون من كل الأعمار ساحة نيلسون مانديلا في ريو دي جانيرو للتنزه والتسوق وممارسة الرياضة. أتي يومياً إلى هنا للرياضة. كان مانديلا مسؤولاً عن نهاية نظام عنصري في جنوب أفريقيا، وكون الساحة تحمل اسمه فهذا أفضل تكريم له. في القارة السمراء يستحسن الناس في السنغال أن أحد الشوارع يحمل اسم نيلسون مانديلا. الكثير من الشوارع أطلقت عليها أسماء أوروبية في السنغال، فلما لا يحمل أحدها اسم رئيس أفريقي سابق؟ قد يكون العالم حزيناً لفقدان مانديلا، لكن من المؤكد أن إرثه سيستمر.